يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص صلى الفجر وهو على جنابة ناسيا، وأثناء صلاة الظهر تذكر أنه على جنابة فقطع صلاته، وبعد الغسل صلى صلاة الصبح ثم صلاة الظهر، هل عليه شيء في ذلك؟ رجل إيش؟ صلى الفجر وهو على جنابة ناسيا، نعم، وأثناء صلاة الظهر تذكر أنه على جنابة فقطع صلاة الظهر ثم اغتسل وصلى صلاة الصبح ثم صلاة الظهر. نعم، هذا هو الواجب، لأن دخوله في الظهر وعليه جنابه ما هو صحيح، صلاته باطلة، يغتسل ويصلي الصبح صلاة الأولى ثم يصلي الظهر الحاضرة. نعم.